بسلم على الكابتن اسامه حسني وعلى ضيفه كوتش ميشيل واقول له وحشتني، بقالنا فتره وما بنشوفش بعض، وبقالنا فتره ما فيش شد وجذب بينا في التمرين، تفهمني طبعا. بقول له طبعا وحشتنا، وطبعا بقالنا فتره ما بنشوفش بعض بسبب الفيروس كورونا، وان شاء الله اولا تعدي الدنيا على خير على العالم كله، وربنا يعدي على خير على الجميع. بقول له لينا راجع ان شاء الله، وحشتني تمرينك. ونشيل من المدربين اللي اضافت لنا كتير جدا الفترة اللي فاتت، وده باين على مستوى الماتشات وعلى مستوى الشناوي وعلى مستوى اي حد فينا بيلعب. الراجل بصراحة يعني من تمريناته مجتهد جدا، وبيذاكر وبيتفرج على حاجات كتير، وبيقعد يتكلم معنا في مواقف كتير جدا في الماتشات، خاصة انا مثلا بيتكلم معايا كتير جدا. بنشتغل شغل كويس جدا في التمرين بشغل رد الفعل